بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافنا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام يا الله 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 Yeah.
وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا ساعة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدين والدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين الخيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا ولمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما
سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون، وأنا أعوذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى ببسم الله مولانا ابتدينا، ونحمد على نعماه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله، وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا الله، وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله، وآل مع أصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله، بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب رب أجمعين يا الله، وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله، أخص به الأمام قطب حقا وجيه الدين تاج العارفين يا الله، رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله، وذكر العدروس القطب أجلى عن القلب الصلاة للصادقين يا الله، أفي في الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبكتدينا، ولا تنسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله، وناظمها أبابك الإمام حباه إلى أوجاه المكينة بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله، ورتب شأن ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله، ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله، ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. إلى لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا الله. يا رب يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بدل الأسباب مستدركا بعدما مات يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق ترى وموسع الكون، أسألك أسبال سترى وعلى القبائح والأخطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاؤك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح كسولي والأعمال يا ربي، عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يرحم بك ظني يا مالك الملك يا والي، أشكو إليك وأبكي من شم ذنبي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والقال يا الله، وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة، فيها البلايا مقيمة وحشو آفات وأشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية،
بل جاء والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالإقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم الجار يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم الجار قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم الجار يا الله يا ربي خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيئا مخافي عليك تصيل وجمال يا رب عبدك ببابك يخشى عليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاغفر بمحض جودك والإفضال يا الله وامن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واحسن منه شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد وبالعلا وتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واغتن بالإيمان آجال يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد هادي الدال والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا بالغدايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا والدين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا نظرة تزيل العنا عنا وتلهمنا منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الامنين في جرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك النعم الطويل فجد على الطامعين يا الله يا ربي ضاك الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاء لمن بذنبه رهين يا الله
واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصراف وحان حين الخمام وزاد رشح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله على الصفات العلية قائم بالفناء للواقية يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي واغذني بالحزن قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل بلية يا الله أغذني به وقلب فعالي وكل ما يرتجي من أمنية يا الله واجمع شملا في سرور ونور وابتهاجي بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا بالصدق في كل نية يا الله رب فاسلك بما سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله واجعلني مغتنما لو في فهم سر معنى معي يا الله واغفر القلب ان يلم الشياطين والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري فلهذا السر عدو في يساري وعساري يا الله انا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا الهي ومليكي انت تعلم كيف حالي يا الله وبوالد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحم ربي عقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي يا الله ولحسن الظن لازم فهو خبي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حاجة في النفس يا رب بها يا خير الله يا الله وأرح سري وقلبي بالله وشواضي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله قل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنى إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنى إلى الله من الكلام والحركات والسكنات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وأهل الدين ما يرضيهم وأد لنا علمنا أو جهلنا ولجميع الغفلات ولحرام أو ندب أو مباح ومكروه وواجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات أو مقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات واغفر لنا ما تعلم وأهلنا وكل العباد يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تتبعات يا الله سمعنا وأطعنا واهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذه والأخرى حسنات وأعطنا حسن يقين مع كمال العافيات تائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذنبات منك الهداية والعناية والنعائم سابغات وما تشاء كما وفنت بالعيوب الرحمات وامنن إلهي بالقبول أعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآلي في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآلي في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآلي في الصفوف الأولات معهم وفيهم دائما في الدار والآخرات
واغفر لناظمها والقارئ هم والقارئات ومن سمعها ونشرها والكاتبين والكاتبات وارحم وافق امه احمد واهل واصلح النيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وال وكل الانبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عدد اللحظات والحمد لله كما يحب عدد النعمات عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم رضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فليل ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد الكلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماتي. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بضعفي يا عظيم يا الله وسخي الأسباب وذلل الاستعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل الطاغ مالد وحاسد معاند بحق سر قاسم يا عمدتي يا عدتي يا منكبي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغفي يا عظيم يا الله وسخي الأسباب وذلل الاستعاب وافتح لنا الأبواب بنصرك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مالد وحاسد معاند بحق سر قاسم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منكبي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغضي يا عظيم وسخر الأسباب وذلل الاستعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مالد وحاسد معان بحق سر قاسم يا الله. استغفر الله المؤمنين والمؤمنات 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 استغفر الله المؤمنين والمؤمنات
أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.